أهلا فيكم مشاهدينا الكرام في ملفنا الأخير، حيث دعا رجال أعمال ومستثمرون في القطاع الصحي إلى سرعة خصخصة القطاع الصحي في المملكة، وأشاروا إلى أن من شأن ذلك إحداث ثورة في الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن والمقيم. ولفتوا إلى أن الخدمات الصحية التي تقدم عن طريق المستشفيات والقطاع الصحي العام في الوقت الحاضر لا تتواكب مع التطور الذي تشهده القطاعات الأخرى. للحديث حول هذا الموضوع ونقاشنا لهذا الملف معنا الباحث في الأنظمة الصحية دكتور إبراهيم العمر. دكتور إبراهيم حياك الله معنا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا دكتور. إحنا قبل يبدو الأسبوع الماضي تحدثنا عن موضوع التأمين الطبي، خاصة أنه كان ينظر في مجلس الشورى والمفترض أنه يرفع المقام السامي، وكان من ضمن الأمور أنه عندنا بنية تحتية طبية غير مهيئة لتطبيق النظمان الصحي أو التأمين الطبي. سؤالي هو كيف تقيم الخدمات الصحية عندنا حكومية قطاع خاص، والتحديات التي تواجهها كتهيئة إذا طبق موضوع التأمين الطبي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة في هذا البرنامج، وأشكر حقيقة روتانا خليجية على تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والهام. يمكن من الارتباط البنية التحتية أو الخدمات الصحية الموجودة في المملكة العربية السعودية والاستراتيجيات التي تزمع حقيقة وزارة الصحة تقديمها من خلال إما عرض برنامج التأمين الصحي أو أيضا الخصخصة القطاع الصحي الحكومي، هي حقيقة خطين متوازيين، وإذا لابد لها قاسم مشترك واحد. القاسم المشترك هذا هو أن يكون هناك بنية تحتية جيدة من خلال المستشفيات سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبالتالي أي تطبيق نظام واستراتيجية لابد أن يكون هناك حقيقة لك بنية تحتية متكاملة من هذه المستشفيات، بحيث يمكن تقديم هذه الخدمة بصورة المأمولة هو المطلوبة كرعاية صحية أولية أو كرعاية صحية متقدمة أو أولية. الأهم في الموضوع حقيقة هو أن سواء أقر أن التأمين الطبي هو حقيقة يمكن من الحلول والأجدى الآن في المرحلة الحالية لتقديم خدمات صحية مطلوبة في المملكة العربية السعودية، والتي بدورة حقيقية يمكن يكون فيها استخدام أمثل للموارد الموجودة في القطاعات الصحية. جميل. طيب في كثيرين طلبوا بخصخصة القطاع الصحي الحكومي عندنا، بحيث أنه ما يكون دور وزارة الصحة هو تقديم الخدمة بقدر ما هو الإشراف مثلا على جودتها أيا يكن. أنت مع هذا الرأي؟ هو صحيح، يعني في أي خدمة أخوي خالد إذا كنت لا يمكن أن يكون جهة معينة هي المشرعة وهي المقدمة الخدمة وهي المراقبة، وبالتالي إذا استطعنا أن نرغب بخدمات سواء ليس فقط وزارة الصحة في أي خدمات تقدم، إذا كان هناك رغبة في نجاح أي نظام أو مشروع لابد أن يكون المراقب مختلف عن المنفذ ومختلف عن المشرع. الآن هذه كل الإجراءات موجودة في من خلال استراتيجية وزارة الصحة، والحقيقة للأمانة يعني مع كنظام خدمات صحية في المملكة العربية السعودية لم يثبت خلال 10 سنوات الماضية على استراتيجية واضحة. تكلمنا هذه قلناها قبل، الوزير يحط استراتيجية ورؤية، يعني خلينا نقول لك مثلا الدكتور المانع الله يذكره بخير كان حاط استراتيجية معينة، وكان موضوع البلسم، راح المانع جاء الربيع وبدأ بخطة جديدة وبدأ بشيء جديد، وراح الحين الربيع نبدأ ونبلش حنا كل شوي نحط خطة ويخلص الواحد يروح ما خلص يجي واحد يبدأ من جديد. إلى متى؟ إلى ماذا يعزى هذا؟ لابد أن يكون هناك جهة تشريعية واحدة تنهج نهج وضع استراتيجية كاملة للخدمات الصحية. نتكلم في البلد الآن موجود في المملكة العربية السعودية في نظام الآن المجلس الأعلى للتعليم يرأس الملك، فيه مجلس الخدمة المدنية يرأس الملك. إذن الصحة لا تقل أهمية أن يكون هناك لها جهة مرجعية واحدة، وبالتالي تضع استراتيجية واضحة بغض النظر عن اختلاف الوزراء الموجودين. إذن نهج استراتيجي واضح نشهد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية الآن في الأخير تكلموا على التأمين الطبي، إذن كان هناك جهات مشرعة، مجلس في الكونغرس ومجلس البرلمان وأصدر قرار من الرئيس الأمريكي في تبني الإصلاح التأمين الشامل في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أنا أعتقد إذا لم يكن هناك استراتيجية واضحة بغض النظر عن الوزراء الذين يقودون دفة الخدمات الصحية في المملكة لن يكون هناك حقيقة. طيب. توحد الاستراتيجيات. طيب دكتور، التأمين الطبي لكل المواطنين هذا مطلب لكل المواطنين، ونعرف أنه قاعد يدرس الموضوع الآن، ومفترض أنه يتخذ فيه قرار، نقول يا رب أنه قريب ولا يطول. القطاعات الصحية حكومية ولا خاصة
تتوقع أنها مهيئة لتطبيق للتأمين الطبي؟ هذا سؤال جيد حقيقة. إحنا لو شفنا الآن كم عدد المؤمن عليهم، يعني الآن بدأت زي ما ذكرت بدأت التأمين في المملكة العربية السعودية على الغير سعوديين حقيقة. الآن المرحلة الثانية السعوديين أولى، يعني حتى وكانت الخدمة الصحية تقدم للسعودية مجانية بالمستشفيات الحكومية صحيح. بتر السعودي أولى صحيح. وهذا ما نطمح إليه، وهذا الآن ما أعيده، وهذا ما يعني أتحدث به من خلال حقيقة دراسات كاملة عملت على هذا الموضوع مع استعراض كل الأنظمة الصحية الموجودة سواء في الدول المتقدمة أو الدول الغير متقدمة. احنا نتحدث عن بدأت في ثلاث مراحل، مرحلتين الآن حققت وهي مرحلة الغير سعوديين. الآن السعوديين في القطاع الخاص، إذا أخذنا حقيقة المعدل خالد الآن عدد السعوديين الموجودين في آخر إحصائيات عامة موجود 20 مليون اللي مؤمن عليهم من خلال القطاع الخاص 20%، نتكلم عن 4 مليون سعودي مؤمن عليهم الآن موجود ويأخذ الخدمة بطريقة سهلة وسلسة. إذن مع 80% لابد أن يكون هناك خطة واضحة للخدمات الصحية من خلال تأمين أو تطبيق التأمين. أنا حقيقة من خلال خلاصة الدراسات أؤيد وبقوة بدء التأمين الصحي على المواطنين السعوديين من خلال خطة واضحة ولها مدى معين كأكشن بلان خاص بها من حيث بدئها ومن حيث انتهائها، بيضمن أيضا تهيئة البنية التحتية الموجودة. يمكن تكون على مراحل ولكن الأهم في ذلك هو البدء في هذه الخطوات. شكرا دكتور. وهذا أملنا أنه ما يطول إقرار التأمين الطبي لكل السعوديين، يا رب أنه ما يطول وأنه يقر بإذن الله، وأنه كذلك البنية الطبية عندنا لا قطاع خاص ولا كذلك الحكومي هذه تخصص وهذه تطور أكثر وتعطي تسهيلات، نبي نشوف عندنا بإذن الله تطور في الخدمات. شكرا لك دكتور إبراهيم العمر الباحث في الأنظمة الصحية، ولنا شراك استكمال نقاش يعني التأمين الطبي بإذن الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لكل من أعطانا من وقته ولو جزء يسير. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة غدا معكم الزميل علي العيان إن شاء الله. إلى اللقاء.